حيث أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها وسط العاصمة بيروت مساء أمس هو أمر مرفوض بكل المعايير، مطالبا الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل وقف هذه الاعتداءات المشبوهة على الممتلكات العامة والخاصة. وشدد دياب في اتصالات أجراها مع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، شدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها حماية ممتلكات اللبنانيين والمؤسسات وقمع كل عمليات التخريب. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية في بيان له أن دياب كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير إجراء مسح ميداني للأضرار التي أصابت المؤسسات التجارية والممتلكات العامة والخاصة جراء أحداث الشغب والتخريب. لمزيد من التفاصيل والتعليق وقراءة المشهد اللبناني بشكل كامل، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من العاصمة اللبنانية بيروت السيد فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق. سيد فؤاد، مساء الخير وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية على إكسترا نيوز. أهلا بحضرتك. وربما بعد أقل من ساعة من الآن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب سوف يتوجه بكلمة إلى اللبنانيين حسبما أعلن الموقع الرسمي لمجلس الوزراء اللبناني على تويتر. ربما البعض يتوقع أن يأتي في هذا الخطاب القرارات التي تم اتخاذها بالأمس في مجلس الوزراء اللبناني، من بينها على سبيل المثال ضخ قرابة 30 مليون دولار في الأسواق اللبنانية لانتعاش في محاولة ربما لانتعاش الليرة اللبنانية مرة أخرى. برأيك هل يمكن لهذه القرارات، هل يمكن لهذا الخطاب أن يهدئ من الشارع الذي يغلي ربما ليومين بل وأكثر؟ سيدي، أول شيء أنا بعتقد أنه الموقف بأنه السلطة اللبنانية والحكومة اللبنانية تقوم بقمع هذه محاولات التخريب وتؤكد على حماية الأمن في لبنان، هذا أمر جيد. نعم. مطلوب من الحكومة اللبنانية أن تقوم به وأن أن 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 تحرص على أن لا يندس في هذه التظاهرات من يتسببون بأعمال العنف وأعمال التخريب. لكن المسألة الآن هي تتعدى هذه المظاهر، وهناك مشكلة تتفاقم في لبنان وهي بجوهرها تعود إلى الانهيار في الثقة التي لدى اللبنانيين في الدولة اللبنانية وفي الحكومة اللبنانية وحتى في السياسيين اللبنانيين. نعم، في التركيبة السياسية بشكل عام. وهذا الأمر وهذا الأمر هو ناتج عن تراكم عديد الذي أدى إلى ما يسمى الأوضاع المالية تشكو منه من تفاقم العجز ومن تراجع النمو إلى حد كبير خلال السنوات العشر الماضية، وأيضا بتراجع مبالغ التدفقات المالية إلى لبنان. فكل هذه المشكلات التي عانى منها لبنان تفاقمت بزيادة بعد التسوية الرئاسية التي حصلت في العام 2016 والتي أتى بموجبها الرئيس ميشيل عون كرئيس للجمهورية. الآن الذي جرى هناك هذا الانهيار الذي أدى إلى الخوف لدى اللبنانيين من غدا، من غدا بما يحمله من تداعٍ في سعر صرف الليرة اللبنانية وتداعيات على صعيد الاقتصاد اللبناني. وبدون شك أن أزمة جائحة كورونا أسهمت أيضا في هذه المشكلة، ولكن هناك مشكلات عميقة داخل ما يسمى الوضع المالي والنقدي والاقتصادي وكذلك القطاعي في لبنان، وأيضا بما له علاقة بموضوع فقدان الثقة في الطبقة السياسية في لبنان. هذا الأمر لا يعالج في الإجراءات التي تتم من خلال ضخ مبلغ 30 مليون دولار شهريا أو ما شابه. هذا أمر جيد وأنا أضعه فيما يسمى خانة المعالجات التسكينية والظرفية، وهذا الأمر لا يعالج جوهر المشكلة. جوهر المشكلة هي في أزمة الثقة، استعادة الثقة، هذا هو جوهر الموضوع. إذا كيف يعني يكون أنت تقول الثقة؟ سيد سنيورة، أنت تقول أن هذه الأزمة التي بدأت في أكتوبر الماضي وبدأت هذه الثورة اللبنانية كما يصفها اللبنانيون بأنها بمطالب اقتصادية بمطالب اجتماعية ما لبثت أن تحولت إلى مطالب سياسية من تغيير التركيبة السياسية من تغيير النظام السياسي في لبنان، أنت تقول إذن أن المشكلة هي مشكلة سياسية في الأساس وليست اقتصادية اجتماعية؟ شك أن هناك مشكلة سياسية والتي قامتها الظروف الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية في لبنان.
الممارسات السياسية التي تخالف ليس فقط الأعراف، تخالف القوانين وتخالف الدستور. نعم. وهذا الأمر من البديهي أن فخامة رئيس الجمهورية، وهو الشخص الوحيد في لبنان الذي يحلف على احترام الدستور ويسهر هو أيضا على احترام الدستور. أنا أعني بذلك أن هناك مفاتيحا حقيقية، What is the master key؟ ما يسمى المفتاح الأساس لاستعادة السكينة في لبنان واستعادة النمو الاقتصادي واستعادة الثقة في المستقبل واستعادة الثقة في استقرار الليرة اللبنانية التي تؤثر على الأوضاع المعيشية لدى جمهور كبير من اللبنانيين. تصور أن هناك ما بين عدة أيام انخفض سعر صرف الليرة اللبنانية إلى هذا الحد. نعم. أنا لا أقول أن ليس هناك من تلاعب في سعر صرف الليرة اللبنانية، لأن ما يشاع بأنها وصلت إلى 7000 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي هذا عملية مصطنعة، وبالتالي هناك شكوك بأن هناك من يرغب بذلك. لماذا؟ لأن هناك من يحاول أن يحمل هذه المسؤولية لشخص معين للتخلص منه، وبالتالي لكي يمارس سلطته على جميع مناحي السلطة في لبنان، ليس فقط السلطة السياسية ولكن السلطة الاقتصادية. تقصد من رئيس حزب الله؟ نعم. تقول أن حزب الله هو الذي يشيع أن الليرة اللبنانية يعني تساوي الآن 7000 ليرة، الدولار يساوي 7000 ليرة، ومن ثم يريد السيطرة على مقاليد الأمور في سواء في الرئاسة أو يعني القرارات في الرئاسة أو حتى الحكومة اللبنانية. طيب دعني أنتقل معك الاقتصاد اللبناني. نعم بشكل عام. طيب دعني أعود معك إلى الوراء قليلا. أنتم كنتم رئيسا للوزراء لحكومتين متتاليتين منذ 2005 وحتى 2009، بل وأكثر من ذلك أنت كنت وزيرا للمالية 4 مرات في عهد الرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري، 5 مرات في عهد الرئيس الراحل. نعم. رفيق الحريري. إذا 10 سنوات. نعم. لنفترض أنك الآن مسؤول في هذه الحكومة اللبنانية، ما هي أولى القرارات التي يجب أن تطلقها، يجب أن تعلنها حتى يتم حلحلة هذه الأزمة السياسية والاقتصادية؟ بالضبط أعني ذلك. 1، بداية أن يبادر فخامة رئيس الجمهورية إلى توقيع مرسوم التشكيلات القضائية، وذلك في إشارة واضحة منه ومن الحكومة اللبنانية بأن هذه الحكومة تحترم استقلال القضاء، ولا سيما وأن هذه التشكيلات القضائية قد أقرها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، ومن ثم رجع أمام مجلس القضاء الأعلى وأكد عليها مرة ثانية. نعم. بعد أن أعادتها إليه وزيرة العدل. ثانيا، أن هناك مطالبة منذ فترة طويلة، وهناك بسبب استعصاء كبير من قبل الحكومات اللبنانية عن القيام بالإصلاحات، ما لم يبقى إنسان في لبنان ولا في العالم ولا في أشقاء لبنان وأصدقاء لبنان إلا ويطالب بإجراء الإصلاحات، وهناك استمرار في الاستعصاء في لبنان. وأول هذه الإصلاحات إصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف سنوياً ما يقارب من 2 مليار دولار سنويا من الخزينة اللبنانية من دعم وكلفة لهذه المبالغ. هذا القطاع رئيس سنيورا يدعم فيها الدولة أصبح هذا الأمر لم يعد من الممكن أن تستمر هذه، وبالتالي هناك حاجة لقرار من الحكومة من أجل معالجة مشكلة موضوع الكهرباء. طيب فيما يتعلق بالكهرباء، قبل ان ننتقل الى الثالث، فيما يتعلق بالقائد في الكهرباء، البعض يقول ان مساله الكهرباء، ان قطاع الكهرباء اصبح حكرا على وزراء التيار الوطني الحر في لبنان، وبالتالي اصبح الموضوع موضوع سياسي اكثر منه موضوع اقتصادي. حتى في هذه الحكومه الحاليه هناك خلافات حاده حتى بين اعضاء التكتل الواحد بين حزب الله والتيار الوطني الحر فيما يتعلق بالكهرباء وانشاء محطات كهرباء وخلافه. ما هنا هذا الامر هو الامر الاخر الذي نرى بأعيننا كيف أن هناك تسابقا وتقاسما ما بين الأحزاب الطائفية والمذهبية على أشلاء الدولة اللبنانية، بحيث أن كل وزارة أصبحت حكرا على طائفة أو على حزب معين، وبالتالي هذا الأمر لم يعد بالإمكان أن يستمر هكذا. أنا أعني بذلك أن هناك إصلاحا يجب أن يتم في قطاع الكهرباء كقطاع اقتصادي،
وهذا الأمر يتطلب أيضا من جهة ثانية أن تحترم الدولة اللبنانية موضوع ما يقره الدستور على أن ليس هناك في الدولة اللبنانية أي حقيبة وزارية ولا أي منصب حكومي مهما على شأنه أو من خفض شأنه، وهو حكر على طائفة دون أخرى، وليس ممنوعا على أي طائفة في لبنان أن يتولى أحد منها منصبا معينا. هذا الأمر الذي يجري فيه تقاسم هذه المناصب وهذه المواقع وهذه السلطات من قبل الأحزاب أدى إلى هذا التراجع في الثقة ما بين اللبنانيين وبين الدولة اللبنانية والأحزاب السياسية، وهذا الأمر طبيعي لم يعد بالإمكان معالجته على سبيل المراهم، أصبح في هناك حاجة أن يصار إلى القيام بمعالجات صحيحة لهذا الأمر. فبالتالي أنا أعطيت مثالا على ذلك هو موضوع الكهرباء، وأعطيت مثالا على ذلك التعيينات في المناصب الإدارية. انظر لأنه منذ 10 أيام أقر مجلس النواب قانونا يؤكد فيه على وجوب أن يصار إلى التعيين في المناصب الإدارية في الفئة الأولى على أساس الكفاءة والجدارة وبطريقة تنافسية. انظر أن الحكومة منذ 3 أيام اتخذت قرارا بتعيين قرابة 20 منصبا في الحكومة اللبنانية من المناصب الأساسية، وذلك على سبيل التقاسم ما بين الأحزاب التي هي ممثلة بالحكومة. أنا أعني بذلك العودة إلى ما يقره الدستور وتقره القوانين اللبنانية. طيب، هذه هي الطريقة الصحيحة فيما يتعلق بهذه النقطة، الثقة التي انهارت ما بين اللبنانيين وما بين الرواتب الحكومة اللبنانية. أنت وزير للمالية عام 98، وكان هناك جدل ربما منذ يومين بينكم وبين الرئيسة اللبنانية السابق أمين لحوت فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا. وأنت قلت، أو على الأقل بيان لمكتبكم قال أن الرئيس لحوت بعد انتخابه رئيس الجمهورية بعد في عام 1998 اعترض على مشروع القانون الإصلاحي الذي تقدمتم أنتم به للرئيس إيميل لحود، وكان هناك جدل كبير حول هذه النقطة بينكم وبين الرئيس السابق. تمام، أي أعني أن هذه النقطة هي نقطة قديمة ربما تتجاوز 20 عام وليس نقطة حديثة. طبيعي هذه نقطة قديمة، هو الاستعصاء عن القيام بالاستصلاحات على مدى فترة طويلة من الزمن. لكن هنا نكتشف قيمة ذلك المثل العربي الذي يقول القشة التي قصمت ظهر البعير. هذا الاستشراء والإمعان في عدم احترام القوانين وعدم احترام الكفاءة والجدارة في تحمل المسؤوليات في الدولة اللبنانية تفاقم إلى الحد الذي وصل إليه الآن، أن هناك تقاسما بين الناس. كانت هناك في العام 92 محاولة بالتزامن مع إقرار سلسلة جديدة للرواتب في لبنان، والتي قصدنا منها أن يصار إلى أن تكون هناك وسائل معينة من أجل آلية معينة من أجل تعيين أصحاب الكفاءة والجدارة ومن أجل أيضا محاسبتهم على الأداء. هذا الأمر الذي رفضه الرئيس لحود، وبالتالي كانت هناك محاولات أخرى بعد ذلك والتي أيضا جرى رفضها من قبل الرئيس لحود. نعم، أنا أعني بذلك هو العودة إلى المبادئ. إنه عندما يتوه الإنسان بالأزقة والزواريب، الطريقة الوحيدة للعودة لكي يكتشف نفسه ولكي يحل مشكلاته هي في العودة إلى الطريق الواسعة. وإلى المبادئ التي ينبغي على أحدنا أو على أي مسؤول أن يلتزم بها ويحترمها. طب لعلك تتفق معي ان الرد حق مكفول الرئيس لحود ايضا اذا ما اذا ما اراد الرد على هذه النقطه. انت هو رد على ذلك واجبته. نعم، انت يعني حضرتك تقول ان لابد ان نلتزم بالمبادئ الدستوريه المبادئ القانونيه. بالعوده الى تعديلات الدستوريه عام 91 التي بني عليها اتفاق الطائف، او يعني جاءت بعد اتفاق الطائف عام 1990. البعض يقول، وكانت هناك ربما مطالب من قبل المتظاهرين بدايه هذه الثوره بين قوسين في اكتوبر الماضي، يقولون أنه لا بد من تغيير الدستور اللبناني، تغيير المبادئ التي بني عليها اتفاق الطائف. لكن البعض الآخر يقول أن اتفاق الطائف لم يكن اتفاقا طائفيا، بل ما تم تنفيذه بعد ذلك هو الذي أصبح طائفيا. هذا الكلام هو الدقيق والصحيح. أن اتفاق الطائف هو حل يؤدي إلى دولة مدنية في لبنان، وهذا هو الدستور وروح الدستور. المشكلة في أنه
خلال هذه السنوات الماضية جرت ممارسات أبعدت عملية التطبيق عن حقيقة الدستور وما ينص عليه. لذلك هذا الأمر كان بالفترة الزمنية التي كان موجود فيها النظام السوري، والذي حرص على أن لا تتم ممارسة حقيقية تؤدي إلى التقدم على تنفيذ جميع بنود اتفاق الطائف، والتي هي موجودة أصبحت موجودة في الدستور اللبناني. ومن ثم جرى الابتعاد عن ما يسمى التقدم خطوة، باتجاه أن يكون هناك مجلس شيوخ في لبنان. نعم. يحفظ ما يسمى للطوائف حضورها واحترامها، ولكن مجلس النواب يبقى هو صاحب الصوت. لكن إنشاء مجلس الشيوخ كان مرهون بإنهاء الطائفية في لبنان بحسب الدستور. نعم، هذا الأمر طبيعي. كان هناك يعني تقدم على هذا المسار جرى إعاقته أحيانا من قبل النظام السوري عندما كان حاكما، وأحيانا أخرى عند ممارسات بعض السياسيين الذين أرادوا أن تستمر قبضتهم على الدولة اللبنانية، والتي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن. الآن هناك من يقول الحق على اتفاق الطائف. ليس حقيقة ذلك. اتفاق الطائف هو الاتفاق الوحيد الذي يؤمن ما يسمى فكرة وسمو العيش المشترك في لبنان. نعم. وهذا الأمر الذي يحترم الجميع ويؤدي بهم إلى احترام الكفاءة والجدارة وأيضا حسن الأداء. أما عندما يتم هناك تحوير وتحويل الأمور عن الاتفاق الطائف الحقيقي، تحولنا إلى حيث أننا استبدلنا النفوذ السوري الذي كان له قبضة كبيرة على 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 لبنان وعلى المؤسسات اللبنانية وعلى المؤسسات التشريعية اللبنانية ورئاسة الجمهورية. جرى ذلك بأنه أصبح لدينا الآن حزب الله الذي يسيطر من خلال وهج سلاحه، الذي تحول من أن يكون سلاحا ضد إسرائيل لكي يصبح سلاحا ضد اللبنانيين وفي خدمة مصالح إقليمية أخرى. وربما ما حدث في 7 آذار ربما يثبت ما تحدثت عنه في الساحة اللبنانية الداخلية. طيب، هناك البعض في السابع من أيار عام 2008. نعم. وها هو أيضا تراه من خلال المظاهرات التي تراها في بيروت عندما يعني المتظاهرين يرفعون لافتة سلاح حزب الله وإمكانية أن يتم سحب سلاح حزب الله، وأن يكون السلاح بحسب كثير من دول العالم وكل دول العالم ربما السلاح في يد الحكومة والجيش فقط، وأن يكون حكرا في يد الجيش الوطني في لبنان وفي كل دول العالم. أول مبادئ الدولة هي أنها تحتكر السلاح، تحتكر حمل السلاح واستعماله عند الاقتضاء. طيب، من بين أيضا ما يرفعه المتظاهرون منذ بداية هذا الحراك اللبناني في الشارع، هم يقولون أن ربما هم كفروا بكل القوى السياسية، يقولون أن الشخصيات السياسية اللبنانية بشكل عام في الحياة السياسية في لبنان هم موجودين سواء الجيل الأول أو حتى الجيل الثاني والثالث من القادة السياسيين في لبنان منذ الحرب الأهلية اللبنانية أو حتى منذ اتفاق الطائف عام 1990. ربما معظم أو كل الأحزاب اللبنانية وقادة السياسيين في لبنان، قادة الأحزاب السياسية في لبنان، هم من هذا الرعيل الأول أو حتى الجيل الثاني لهذا الرعيل، وبالتالي لا يمكن منح الثقة لهؤلاء السياسيين بعدما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. لا، بدون شك أن هناك يعني أحيانا في ابتعاد عن ما يسمى إدراك حجم المتغيرات والتحولات في العالم. الموضوع ليس موضوعا بأن جيل أول وجيل ثاني. هناك من هو في عقله قادر على أن يتطور وعلى أن يتقبل التحولات وعلى أن يدرك بأهمية الاستجابة لمطالب الناس، وأن هناك مجموعة بغض النظر عن سنها أنها ما زالت تتمسك بالوسائل والأساليب التي كانت قائمة قبل عقود طويلة. فهذا الأمر طبيعي. المطلوب الآن هو إدراك وفهم والاعتقاد بشكل جازم
أن هذه الأمور لم يعد بالإمكان معالجتها بذات المقاربات التي كانت تعتمد في الماضي. نعم. العالم قد تغير، وبالتالي أيضا لدينا ثورة في عالم الاتصالات، وثورة في ما يسمى المتغيرات، فلقد سقطت جميع حواجز الصمت والخوف في العالم، وبالتالي على جميع السياسيين أن يتنبهوا إلى ذلك وأن يقوموا بإدارة صحيحة راشدة للشأن العام. لم يعد بالإمكان أن يصار إلى الاستمرار في الطريقة الزبائنية في علاقة السياسيين مع الدولة اللبنانية، أن يكون هناك علاقة ما بين الناخب وما بين المنتخب بأنها علاقة زبائنية، أنه ينتخبه لأنه يدبر له وظيفة أو يدبر له مصلحة التي هي غالبا ما تكون خلافا للقانون. هذا الأمر انتهى، هذا العهد. هناك ما نزال متمسك بهذه الطريقة والتي هي أوصلتنا نحن في لبنان إلى ما نحن عليه. هذه المشكلات التي تعقدت في لبنان بسبب هذه الطريقة، وأعتقد أن هذه الثورة التي أتت في 17 من أكتوبر الماضي كانت هذه الرسالة. هلا استعملوا عبارات كل يعني كل وغيره، بنظري طبيعي بدنا نفهم أن هذه المبادئ على أهميتها، ربما أن لا تكون بمدارك جميع الناس، لكن الطريقة الصحيحة هي في العودة إلى الأسلوب الصحيح، أن الدولة موجودة من أجل خدمة الناس، وهي لجميع اللبنانيين وليست لفريق من اللبنانيين، حتى عندما تتولى الأكثرية الحكم، وهذا أمر طبيعي. عادة الأكثرية في الأنظمة الديمقراطية هي التي تتولى الحكم. عندما تتولى الحكم لا يعني أنها تمارس الكيدية ضد الأقلية، بل على العكس، هذه الإدارات هي لخدمة جميع اللبنانيين، أكانوا منتمين إلى الأكثرية أم كانوا منتمين إلى الأقلية. فهذا الأمر هو سوء استعمال السلطة لمصلحة فريق من اللبنانيين هو في السلطة ضد مصلحة آخرين الذين هم في خارج السلطة، أو أنها ضد مصلحة اللبنانيين الذين يتوقعون من الطبقة الحاكمة أن تتصرف بطريقة رشيدة وتؤدي إلى خدمة مصالح اللبنانيين. هذا ربما يعود بغض النظر عن انتمائهم. هذا يعود بنا إلى إعادة هيكلة الطبقة السياسية والرئاسات الثلاث والسلطات الثلاث في لبنان مرة أخرى. دعني أعود معك سيد فؤاد إلى ما يتعلق بالأحداث الجارية. يبدو أن الحكومة اللبنانية عازمة الآن، أو هي حاليا تتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض حتى تتجاوز الأزمة الاقتصادية، بالرغم من الخلافات القائمة داخل هذه الحكومة ذاتها، بين فريق من الحكومة يريد الذهاب إلى صندوق النقد وفريق آخر يقول أنه لا ينبغي الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، مع العلم أن مؤتمر سادر الذي كان أو أصدقاء لبنان في باريس منذ عامين تقريبا هو خصص قرابة 11 مليار دولار إلى لبنان، وتعهد ربما بمنح هذه الأموال إذا تمت إصلاحات معينة للاقتصاد اللبناني. هذه الإصلاحات وإن البعض يراها أنها كانت طفيفة مقارنة بما ستكون عليه شروط صندوق النقد الدولي، لكن في كل الأحوال لم تنفذ هذه الإصلاحات. بداية فيما يتعلق بالذهاب إلى صندوق النقد الدولي، أليس من الأجدى من الحكومة اللبنانية للبنانيين أن يتوافقوا أولا ومن ثم التفاوض مع صندوق النقد؟ دعني أقول لك أستاذ همام بداية فكرة أساسية والتي هي القاعدة يجب أن تكون ولا الجميع أن يحترمها. تعتمد الأمم أو الدول برامج الإصلاح عندما تكون قادرة عليها، وليس عندما تصبح مجبرة عليها، لأنها عندما تود أن تقوم بها وهي مجبرة عليها فإن ذلك تلك العملية تصبح شديدة الكلفة وأيضا شديدة الآلام، وهذا بالضبط هو ما وصلنا إليه في لبنان. لقد كان هناك استعصاء مستمر وطويل المدى في لبنان منذ نهاية التسعينات، كبرت أمام في تلك الحالة التي استشعرت بها، وبعد ذلك في العام 2001 و2002 و2007 عندما عقد من أجل لبنان ثلاث مؤتمرات دولية في باريس 1 وباريس 2 وباريس 3، ولكن كان هناك استعصاء مستمر من قبل الطبقة السياسية في لبنان ومن قبل مجلس النيابي على عدم القيام بالإصلاحات،
والتي تراكمت الأمور إلى أن انفجرت كما 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 ذكرت. ما كان أغنانا لو أن لبنان قام بتلك الإصلاحات، ما كان بحاجة اليوم إلى أن يقصد صندوق النقد الدولي من أجل مساعدته على ذلك. على أي حال، نحن وصلنا إلى هنا. المشكلة أن هناك بعضا من السياسيين وفي مقدمهم حزب الله وغيره يطالبون بأننا يجب أن لا نذهب إلى صندوق النقد الدولي. أنتم تعلمون في مصر بأنكم ذهبتم إلى صندوق النقد الدولي، وبالتالي كانت هناك معالجة صعبة جدا ومؤلمة ومكلفة جدا، ولكنكم بدأتم تحصدون خطوة خطوة بنتيجة هذه الإدارة الرشيدة التي تدير الأمور الاقتصادية والمالية والنقدية في مصر، وهذا مسار طويل، أعتقد أن هذا مسار طويل، ولكن هذا هو الطريق الصحيح. نحن الآن تقاعسنا وتلكأنا وامتنعنا عن أن نقوم بهذه الإصلاحات على مدى حوالي عقدين من الزمن، ولكنها تفاقمت خلال السنوات العشر الأولى ولا سيما خلال السنوات الأربع الماضية، وبالتالي الآن نحن هنا. ماذا علينا أن نقوم؟ بداية أن على الحكومة أن يكون لها موقفا واحدا. المشكلة بأن الحكومة حتى هذه اللحظة ومنذ قرابة 9 أشهر الآن وهي في حالة تخبط وعدم إدراك ماذا ينبغي عليها أن تفعل. لا يمكن أن تخاطب المجتمع العربي الذي نتوقع منه المساعدة، ولا يمكن أن نخاطب المجتمع الدولي إذا لم يكن هناك موقفا واحدا، وأن هناك صورة تنعكس عن أداء الحكومة اللبنانية بأنها تحترم دستورها وتحترم قوانينها وأنها تحترم مصلحة الدولة وأنها حريصة على أن تكون الدولة على مسيطرة على جميع أراضيها وعلى جميع مرافقها. طيب. وعلى جميع المعابر البرية أيضا. هل بأن الحكومة تكون الحالية فعلياً. نعم سيد سنيورة، هل الحكومة الحالية القدرة على تنفيذ أجندة إصلاحية، ورقة إصلاحية كتلك التي طرحها الرئيس الحريري، وحتى الرئيس اللبناني قال في إحدى التصريحات الصحفية أن الأوراق الاقتصادية هي أوراق متاحة وليست سر وليست حكر لأي من التيارات السياسية، لكنها متاحة ويمكن تنفيذها. إذن هل تقدر هذه الحكومة، هل تستطيع هذه الحكومة، هل تملك من الجرأة أن تنفذ ورقة إصلاحية؟ المشكلة كانت دائما هناك بون شاسع ما بين القرار والتنفيذ. والتنفيذ يحتاج إلى إرادة، والإرادة بدون شك أنها يجب أن تكون إرادة حازمة. طب مثل ما ذكرت لك هذا المثل بأن هذه طبيعي سنة الكون، أن هناك من يتلكأ ولا يبادر إلى القيام بالإصلاحات، وبالتالي يضطر إلى أن يتكلف كثيرا ويتوجع كثيرا. نحن الآن أصبحنا في هذه الحالة، ليس هناك خيار آخر. طبيعي هذا الأمر يتطلب نظرة رؤيوية للاقتصاد اللبناني، ونظرة رؤيوية حقيقة للبنان ودوره في محيطه وفي العالم. لم يعد من الممكن أن يحمل الآن ما لا يستطيع حمله، ولا من غير الممكن أن يستمر لبنان في أن يكون بؤرة يصار فيها تدخل في شؤون الداخلية لعدد من الدول العربية كسوريا والعراق والكويت واليمن. هذا غير ممكن على ذلك. كيف لنا أن نضع لبنان على ممر الأفيال، على ممر المصالح الكبرى والإقليمية؟ هذا الأمر طبيعي. لبنان يجب أن يدرك بالنهاية ما هو فعلياً قدرته على التحمل. نعم. وليس بالطريقة التي يعني يعتمدها البعض الآخر. أنا أعتقد هذا الوضع الذي أمسينا عليه هناك حاجة لقرار حقيقي لإدراك من قبل السلطة وفي مقدمها فخامة رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية بأنه انتهى وقت الدلع ووقت التمييع. نعم. ووقت التلكؤ. الآن وقت القرار ووقت العمل على التنفيذ. نعم. ووقت العمل على استعادة
نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبنانية الأسبق. على أي حال، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت متحدثا عن آخر مستجدات الوضع الميداني والسياسي والاقتصادي، ونأمل أن تحل كل هذه المشكلات قريبا ويعود وينعم لبنان بالاستقرار من سهله إلى بحره وكافة ربوعه ومدنه المختلفة. شكرا جزيلا لك على أي حال.